موجز تاريخ كل شيء تقريبا، محاولة طموحة لفك شفرة ألغاز الكون، تأليف بيل برايسون. كتاب فريد يبعث الحياة في لغة العلوم ويجعل مطالعتها ممتعة للقارئ العادي. موسوعة علمية رائعة تأخذنا في رحلات تحبس الأنفاس من أعماق الذرة إلى أقاصي المجموعة الشمسية، ومن الحرارة الهائلة لحظة الانفجار الكوني الكبير إلى العصور الجليدية، ومن أعاجيب كون أينشتاين المذهل إلى دوامات الطاقة المندفعة بسرعة الضوء في داخل البروتون. المؤلف بيل برايسون معروف على المستوى العالمي باعتباره صاحب الكتب الأكثر بيعاً، من كتبه القارة المفقودة، ولا هنا ولا هناك، وموجز تاريخ كل شيء الذي حقق بيعاً استثنائياً منذ لحظة صدوره. هذا الكتاب متوافر في جميع فروع العبيكان وموزعيها في المملكة والعالم العربي. كتب مميزة، كتاب موجز تاريخ كل شيء تقريباً. العبيكان للنشر، نلهم المعرفة.